أولى فقراتنا لليوم بيشتكي العديد من الناس وخاصة النساء من تورم وتضخم بالأوردة أو ما يسمى بالدوالي، وهو عبارة عن توسع شديد بالأوردة الدموية والشعيرات تحت الجلد، حيث يصبح شكلها كبير على غير المألوف. تظهر أحيانا فيها تعرجات أو التواءات، ولكن شو هي الأسباب؟ شو لها علاقة بالوراثة وبالوزن أيضا؟ كيف فينا نحمي حالنا وشو هي الوقاية؟ خلينا نحكي أكثر ونسأل أكثر مع الدكتور فراس داوود اختصاصي أوعية. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك. يمكن اليوم حطينا إيدنا على الوجع، يعني هيدا الموضوع بيهم كثير من الصبايا والسيدات وحتى أمهاتنا. دائما بنلاقي مرض الدوالي منتشر بشكل كثير كبير. خلينا نحكي أول شيء بالبداية، نعرف شو هو مرض الدوالي. الدوالي هي حياة تعرجات للأوردة بتظهر على الجلد، أوكي، بمراحل متعددة ناتجة عن مشكلة داخلية من قصور وريدي، وتبلش تظهر مع تطور المرض شوي شوي شوي. قصور وريدي نتيجة عدة أسباب بنحكي عنها، أسباب إلى علاقة بالوراثة، إلى أسباب إلى علاقة بالحمول المتكررة عند النساء، إلى علاقة بالمهنة اللي هي الوقفة الطويلة، الجلوس الطويل، ماشي الحال، زيادة الوزن، تناول منع حبوب منع الحمل، استروجين، أحيانا كل هدول الأمور بتسبب بهذا الشيء، إضافة إلى بعض الأمراض اللي هي عبارة عن الخسار الوريدي، مثل بيقولوا أمراض إلى علاقة بزيادة الضغط داخل البطن، كمان ممكن تسبب الأورام أو شيء تسبب إعاقة في العود الوريدي وتسبب دوالي. في أسباب كتير الحقيقة، بس الأسباب الشائعة هي اللي حكينا عنها هي أكثر شيء. تماما. دكتور خلينا نحكي أماكن يعني ظهور الدوالي، وخاصة يمكن عند النساء مشوف بالإجرين. تمام. خاصة من تحت. ما تمام. أهم شيء هي حقيقة أكثر شيء شائعة هي دوالي طرفين سفليين. هي الدوالي وين ما كان موجودة، فعنا في دوالي طرفين سفليين أكثر شيء شائع عند النساء. تمام. وأكثر شيء هي مزعجة الحقيقة، خصوصي بتبلش بسموها سبايدر فينز الشبكية، الأوردة الشبكية اللي كتير بتزعج علي، وبعدين بتوصل للأوردة المتضخمة يلي بتصير مرحلتها أصعب شوي. فالنساء عندها هذا هاجس الحقيقة إنه فلذلك هي موجودة بالإجرين. أكثر شيء ممكن كمان تطلع للرحم. اوكي، هاي كمان عند النساء خصوصي بعد صار مرحله تطوريه لا هي اللي عندها النساء اللي عندها حمولات متكرره اللي بيجيبوا 10 اولاد 11 اولاد 12. كيف بدها تعرف اذا بالرحم ببين في اعراض معينه؟ لا، اعراض يعني اعراض نسائيه، اعراض لها علاقه بالاتصال، لها علاقه يعني عده اعراض معينه. هي تنعرف خلال مسيره حياه المراه يعني، واضافه الى الفحص المتكرر عند الطبيب النسائيه بيقدر يعمل خلال الايكو دوبلر بيقدر يعرف اذا في دوالي بالرحم ولا لا. هلا دوالي الطرفين السفليين نفس الشيء مبدئيا، نحن وقت نحس في هذا الاعراض يلي بتبلش تقريبا هذا اللي بيسالك عنه دكتور. يعني انت قلت خلال حديثك انه هي ناتجه عن قصور وريدي. تمام. يمكن بس دائما المراه بتكون مؤخره، يعني خلينا نحكي عن البدايه. لما يحكي انا لانه دائما بيكون هي المشكله. تمام. انه مؤخرين فعلاجها بيكون في مشكله. هي اهم شيء الاعراض بالبدايه لان اتجنب وصول لمرحله متقدمه تزعجني، ان كان عن طريق الالم للسيده او منظر اجمالا بيكون العروق منفر نوعا ما. هلا الشخص المريض بيحس تقل. تمام. بتشنج في بطنه الرجل خصوصا ليلا، اوكي، تورم بالطرفين السفليين، اوكي، حس عدم ارتياح اخر النهار. هذا الاحساس هي بدايه اعراض الدوالي، بدايه القصور الوريدي قبل ما تظهر على الاقدام. قبل ما تظهر. بعدين بلش المرحله الثانيه اللي هي عباره عن الاورده الشبكيه، بتبلش تظهر بقى سبايدر فينز، بلش يظهروا هي الاورده هيك الزرقاء الخفيفه. بعدين اهملناها تظهر المرحله الثالثه واللي هي المرحله الثالثه الاكبر، اللي بلش العروق ضخمه جدا. بلش الالم يزيد، بتبلش الامور تسوء اكثر. هي المرحله صارت هون مرحله جراحيه طبعا. بعدين ننتقل للمرحله اللي هي الاخطر، بصير في اضطراب بالسيستم الوريدي كله، بسبب تورم بالطرفين السفليين غير قابل للعودة. بعدين ممكن تتطور لضمور في الجلد بسموه أتروفيك. هذا الضمور بسبب تصبغات بالجلد أسفل الطرفين. إذا لاحظتي نساء الكبار بالعمر عندهم تصبغات بأسفل القدمين، بأسفل الساقين عفوا. بعدين تظهر للقرحة الوريدية يلي هي آخر مرحلة من الإهمال العلاج الوريدي، وهي القرحة الوريدية متعبة للطبيب وللمريض. نعم دكتور، نحن رح نكفي حديثنا، ولكن خلينا بسياق الموضوع نشوف التقرير التالي ومنعلق عليه. الدوالي عبارة عن أوردة منتفخة وملتوية
يمكن رؤيتها أسفل الجلد مباشرة وتكون عادة في الساقين. ورغم أن هذه الحالة توصف كثيراً بأنها مزعجة فقط من الناحية التجميلية، لكن تم ربطها بعرض جانبي أخطر هو تخثر الأوردة العميقة، حيث قد تكون جلطات دموية في عروق عميقة بالجسم. أظهرت دراسة طبية جينية حديثة أن طول القامة يجعل المرء أكثر عرضة للإصابة بما يسمى بالدوالي، وذلك يتعلق بتدفق الدم والجاذبية، إذ يعاني أصحاب القامة الطويلة ضغطاً أعلى في أوردتهم مما يؤدي لتضخمها واتساعها. وأكدت الدراسة أن إجراء جراحة بالساقين والتاريخ المرضي للأسرة وقلة الحركة والتدخين والعلاج الهرموني كلها عوامل خطيرة قد تؤدي أيضاً للإصابة بالدوالي. يعني من بعد ما تابعنا دكتور كنا عم نشوف يمكن أشكال عديدة للدوالي، من الرفيع أو من العريض أو الشبكية. خلينا نحكي عن هاي الأنواع، وحتى بنلاحظ في بعمر صغير بينصابوا فيها البنات الصغار كمان طبعًا. إذا كان في وراثة طبعا وراثة وزيادة الوزن بتلعب دور، بتلعب كثير بخصوص بالبلوغ تظهر هاي الشبكات الحمراء. أوكي، هلا نحن هدول اللي شفناه هون عدة أنواع من الدوالي. كل نوع من الدوالي له حقيقة علاج معين. أكثر شيء منبلش نحن مثلا من الشبكات اللي هي مهمة جدا، هي الشبكات الناعمة الحمراء. هي حاليا العلاج الحديث هي إلى الليزر، وفي أجهزة جديدة اسمها فين ويف، هي عبارة بالموجات. طبعا مؤلم جدا، مؤلم خلال الجلسات العادية، يعني ما أنا كثير مريحة العلاج فيها، بس هو حقيقة العلاج الحديث. ثاني شيء الشبكات الزرقاء اللي شفناها، هي كثير مهمة، هي علاجها بالتصليب اللي هو حقن مادة مصلبة بتسكر الوريد، وخلال فترة مثل هذا المنظر خلال فترة لشهر لشهرين تختفي نهائيا. كيف بيتم علاجها؟ بعلاجها بحقن مادة مصلبة ضمن الوريد بتكنيك، هو تكنيك مؤلم؟ لا تكنيك قديم جديد، هلا هو مطور جديد مع الفومينج مع رغوة، فممكن تختفي. هو هلا الحديث الأوفر علاجا والمتبع أكثر شيء حاليا. تمام، وتتطور الحالة للدوالي الكبيرة، هون بقى بتصير دور جراحة كلاسيكية اللي هي عبارة عن استئصال الوريد. طبعا بعد قد ايه وقت؟ بتوصل لمرحلة كبيرة وتوصل الأعراض لمرحلة مزعجة جدا. تمام، طبعا هذا كله تشخيص، نحن في إيكو دوبلر هو اللي بيشخص هذا الشيء. كل مريض عنده دوالي كانت رفيعة ولا كبيرة ولا صغيرة، كله هذا لازم يعمل إيكو دوبلر حتى نقدر نشخص هذا المريض عنده قصور وريدي ولا لا، مشان نحط خطة العلاج. هذا أول شيء. هلا بالنسبة للأوردة الكبيرة، حاليا بكل دول يعني العلاج الحديث هو عبارة عن الليزر ضمن الوريد، EVLT، عبارة عن العلاج بالليزر ضمن الوريد ضمن القسطرة، وهذا علاج حديث جدا، حديث جدا، صحيح له 10-12 سنة بس يعتبر حديث، لأنه هلا أخذ كل العلاج بدل الجراحة. تمام، هذا العلاج الحقيقة بكل دول العالم حاليا معتمد وجيد وفعال جدا، وبدون اي تخدير ودون اي الم، والمريضه ما بتوقف عن عملها وبتدغري مباشره. بس المشكله انه في سوريا حاليا عندنا مكلف جدا جدا نتيجه الوضع الاقتصادي، الحصار الاقتصادي عندنا، فكتير مكلف هذا العلاج وموجود بس مكلف جدا. مشان هيك احنا نرجع هون ببلدنا، رجعنا للعلاج الكلاسيكي اللي هو عباره عن الجراحه مع التصليب للعروق الثانيه. يعني دكتور مستحيل يروح بالدواء عادي؟ مستحيل، لا، اول ما يبلشوا يطلعوا الدواء. نحن هلا حكينا هدول على الاعراض والعلاج، بدك الوقايه. الوقايه هون هون افضل، هون دور الدواء بالموضوع، ودور بسموه هذا لايف ستايل، ودور الستوكينج اللي هن الجوارب الضاغطه. تمام، هدول اهم شيء. هلا نحن في ادويه معينه بتعمل هيبرتونيك، بتشد مقويه الوريد، بتضب الأوردة شوي، بتحافظ على الأوردة بمرحلة معينة وخصوصي بالصيفية. هلا نحن الأدوية مع اللايف ستايل يلي هي الوقاية، ويلي تعتمد على المبدأ الحالي، تجنب تعرض للشمس مدة طويلة، تجنب الحرارة، تجنب الماء الساخن، تجنب الساونا. تمام، الكعب عكس المتعارف عليه، الكعب لازم يكون من 3-4 سنتي. هذا الكعب الصحي بالنسبة للدوالي. تمام، الزحف والعالي مو كويس. الالبسه الضيقه غير يعني غير ما يعني نصيحته، النصيحه انه ما تصير، انه بتسبب كمان
عندك بعدين بتجيكي الامور الثانيه اللي علاقه بالرياضه، الرياضه السباحه، ركوب الدراجه، المشي، الركض، هدول كويس. الحديد، النوادي مضره بالنسبه للدوالي لانه بتزيد الضغط وبتضرب الدسامات الداخليه بالدوالي بتسبب قصور وريدي. تمام، هاي اللايف ستايل تبع نغير حياتنا. اوكي، تجنب الوقفه الطويله، خلال قعده طويله كل ساعتين لازم نقوم نعمل بحركه، نحرك اجرينا حركات دائريه، نمشي نتحرك لحتى ما نسبب ركوده بالدم اللي هي بتسبب هذا الشيء. تمام، هاي بالنسبه للوقايه. بعدين تجيكي الادويه بنتاخذها بمرحله الاولى اللي حكينا عنها، مرحله الاعراض الخفيفه ومرحله الشبكات الصغيره. بنقعد نعطي ادويه لمده شهرين 3 شهور كل سنه بالصيفيه بتخليكي تتجنبي التطور السريع للمرض. هذا اهم شيء. طيب أوكي. دكتور، في كمان دوالي فينا نقول دائما بتكون وراثيه، يعني بنلاقي الام وبنتها هي وراثه. هون كيف فينا نحن مثلا نقدر نتجنب الدوالي؟ يعني اذا كانت وراثه خلص ممكن، يعني انا امي عندها دوالي لازم البنت يكون عندها دوالي ولا لا؟ لا، هلا نحن اذا في وراثه بالعيله لازم بقى مثل حكينا اللايف ستايل يتغير، يعني انه لازم انتبه قبل ما تصير. ايوه، بمرحله البلوغ. تمام، بلش بقى ننتبه، زياده الوزن ممنوعه. بعدين لازم الرياضه تكون جيده، بعدين جوارب الدوالي لازم تكون بمرحله بس تظهر الاعراض الخفيفه نبلش نلبس الجوارب، الجوارب هي اللي بتخليها تمنع تطور المرض بشكل اسرع. تمام، وبتجنبنا الاختلاطات اللي هي عباره عن خسار واللي حكينا عنها والقصور والقصص هي الوريدي والقرحات والقصص. تمام، هذا شيء اساسي بالنسبه له، هي التجنب هذا الشيء. ما فينا نعمل شيء بحالات الوراثه. يمكن مشكلتنا هي والثقافه عامه، دائما بنحكيها مع كل الدكاتره، دائما بتكون الحاله متطوره، يعني انا بتجه للدكتور اخر خيار بالنسبه لي، يعني ما بتكون المرحله بالبدايه لانه انا بالاخير بكسب صحتي. يعني مع بدايه هي الالام يجب دائما التوجه للدكتور او المراجعه الدوريه بشكل عام، يعني كل سنه اعمل شيك على الحقيقه. هلا عم تتطور، هذا الحكي مزبوط، من 10 سنين كان يختلف، 15 سنه يختلف. هلا حاليا الصبايا، المراه العامله بدايتها بلش تهتم بحالها، عم بلش تجي تراجع الدكتور مبكرا، هذا هلا موجود. بلشت الثقافه الطبيه تتطور بشكل سريع بوجود الميديا وبوجود الاطفال. هلا تغيرت الامور، بالحقيقه دائما يفضل في المرحله الاولى لحتى نقدر نتجنب مثل ما قلتي، مثل ما حكينا، نوصل للمراحل المتقدمه. نعم. تمام دكتور، عم نشوف كثير في اعلانات بالطرقات عن مراكز تجميليه لمعالجه الدوالي، وبيختفوا الدوالي وما بقى في دوالي، بروح على المركز بنلاقيهم هن ما لهم دكاتره، يعني هن متدربين على جهاز محدد وممكن يروحوا ويرجعوا يطلعوا الدوالي. خلينا نحكي عن هي النقطه اليوم، قديش لازم يكون الوعي بالعلاج. رح نحكي عليها بس ما رح نزعل احنا زملائنا الجلديه بهذا الموضوع، لانه هذا لا مو جلديه، عم بحكي هو غير طبيب كلي، هي اكثر تجاريه اصلا. هي الليزر، لانه هو هي كلها علاج بالليزر. اوكي، والليزر هو التكنيشن، هو يعني مو طبيب اللي بيشتغل فيه اجمالا. اوكي، طب الليزر هو متعدد الاستخدامات. تمام. ولكن بالدوالي حصر بالدوالي هو ما بده اختصاص؟ مفروض. تمام. مفروض يكون بده اختصاص. وثاني شيء، مو اي ليزر بيشتغل بالدوالي، ومو اي دوالي بتشتغل بالليزر، هن عم بياخذوا بشكل عام، وهذا غلط. حقيقه الدوالي الشبكيه الحمراء بدها ليزر، لانه بالتصليب كثير صغيره لحتى تنحقن بماده. اوكي، فهي الليزر بالنسبه لها كثير، ولازم يكون ليزر معين موجته طويله. هي الموجات الطويله، والحقيقه الليزر بده كذا جلسه ومكلف ومؤلم. نحن التصليب قلت لك هو هل حاليا اكثر، حتى يعني حتى برا صار التصليب فعال بشكل كثير كبير بعلاج هي الشبكات اكثر من الليزر صراحه. طيب سابقا كنا نشوف العلاج الطبيعي للدوالي، كنا يمكن عم نحكي تحت الهواء، في كثير كان سابقا اهالينا او اجدادنا ويعملوا كثير، قديه مدى صحه هدول الامور نوعا ما؟ هلا الحقيقه العلاج الطبيعي ومع الكلفه الزياده بتلاقيهم يعني بيلجأوا لهي الامور، لانه كما قلنا نوعا ما مكلف بالنسبه. تمام، هلا في كثير مواد برودكت موجوده بالطبيعه. نحن بهمنا وقت بيعملوا العلاج الطبيعي يعمل تقبض للاورده، يعني بضب هذا. ممكن هذا الشيء يصير بالعلاجات، كانوا يحطوا خل، كانوا يحطوا شغلات ثانيه مركبين اعشاب كذا، بتسبب تقبض بالاوعيه وبتسبب ارتياح. بس ما بتعالج، لانه هي علاج هذا خارجي. صحيح، ما بتعالج المشكله الداخليه اللي هي نحن مشخصها بالدوبلر، وبدها مثل قلت لك حسب مراحلها في طريقه علاج لها. نعم دكتور، في كثير من الاشخاص بتظهر الدوالي وبتروح، هلا في شيء بيروح كليا؟
كيف تظهر وبتروح؟ شو قصدك تظهر وبتروح؟ يعني بتحس في اوقات على التعب وهيك كثير مش بيقولوا بتنبق لبرا او بتظهر كثير، وفي اوقات لا بيكون الوضع انه ما كثير مبين. هي مثلا بالحمل مثلا بالحمل بيزيد الضغط كثير كبير بخلال البطن نتيجه البيبي، هذا الضغط بيسبب اعاقه بالعود الوريدي، بتظهر الدوالي بشكل كثير كبير، بعد ما الولاده بتلاقيها خفت. لذلك كمان الحامل خلال مرحله من الشهر الثاني لازم تشوف دكتور اوعيه، لانه كمان بنعطيها دواء للولاده لحتى تخفف هذه الدوالي خلال فتره الحمل. هي بتظهر على طول هالقصص، هي وقت التعب كمان نفس الشيء، بيصير في ضغط بتظهر وبتروح. طيب بالختام مجموعة من النصائح لكل السيدات لتجنب هي المراحل المؤلمة وحتى العلاج لتقدر نوعا ما تحافظ على صحتها بوقت مبكر. هلأ أهم شيء بالنسبة بلش الشخص يحس بأعراض خفيفة اللي هي عبارة عن التقل وتورم آخر نهار وعدم الارتياح، ننصحه يراجع طبيب أوعية مشان إجراء إيكو دوبلر لحتى نبلش نراقب السيستم الوريدي الداخلي اللي هو مسؤول عن كل هالأعراض. من هون بتبدأ بقى الوقاية بالأدوية وبالنصائح شوي شوي مع تطور الحياة، وكل سنة دوريا لازم تتراقب هاي. نعم لازم كتير ننتبه، وعند ظهور أي عارض اللي حضرتك ذكرته أو نشاهد أي نوع من الدوالي فورا نتوجه إلى الطبيب. تمام لإجراء إيكو دوبلر. صار في حلول طبعاً كتير. طبعا في حلول موجودة كتير. لكل مرحلة من المراحل. صحيح. شكرا كتير لك دكتور. أهلا وسهلا. ميرسي على المعلومات. شكرا لك دكتور.